السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر المنظمين للمؤتمر على الحفاوة والتقييد المسؤولين من يوم الدعوة حتى وصلنا إلى هنا. شركاء المشارك والسياسي يجتمع عشر قرار من تأسيسهم معاً بعد ثلاث مجلس. أشكركم أنتم على حضوركم وتفاعلكم. شركاء المجلسي بول أستمعكم أفضلهم. أتكلم في ثلاث محاور رئيسية. يسرق بانسون يرق بانسون أخص الرئيسور. المحور الأول عن مين هو البريكس. أرشينا برهاي ستانلي بريكسنا. السعودية وأرمينيا. السعودية وأرمينيا برهاي ستانلي. البزنس أنا اليوم شارك من حضور 80% منهم شباب، عشان كده هتكلم شوية عن البزنس مع الشباب وكيف نقدر نسوي بزنس بين الشباب السعودي والشباب الأرمينيا. ما بقول إيش فائدة دخول أرمينيا للبريكس، وكل اللي سبقوني تكلموا بهذه اللغة وهم أكثر مني كلماً وعمقاً في هذا الموضوع. لكن خلينا نتكلم بالعكس. كل دولة تبحث عن تنمية اقتصادها ورفاهية لشعبها. حتى تنمي هذا الاقتصاد تحتاج إلى أسواق خارجية كبيرة تتحرك بشكل عام. وتحتاج إلى مستثمرين يأتون إلى هذه الدولة حتى يستثمروا ويطوروا مع المستثمرين المحليين. بريكس من أكبر التجمعات التي لها مستقبل واضح خلال العشر أو العشرين سنة القادمة. فأتوقع أنا إذا أحتاج أن أطور بلدي وأسعى لتنمية الاقتصاد عندي أن أتحالف مع مثل هذه المجموعات وخاصة بالبريكس. نقطة مهمة، أنا وقتي 10 دقائق لكن أظن محتاج 20 دقيقة عشان الترجمة. طيب بالنسبة للسعودية، السعودية كدولة اليوم هي من أكثر الدول نموا في المنطقة وتسعى لتسوير وتوسيع علاقاتها الاستثمارية والاستثمار، وهي منفتحة اليوم في الاستثمار في كل جوانب. أنا أتكلم عن أننا نحن كرجال أعمال سعوديين نبحث ونذهب لكثير من الدول، نبحث عن الفرص الموجودة في هذه الدول وكيف نستطيع أن نستثمر فيها. أنا
على مستوى العلاقات بعد ما دخلنا في البريكس. أنا أول مرة أزور روسيا قبل شهرين، وهذه أول مرة أزور أرمينيا. البريكس فتح لي علاقات مع دول لم نكن نعرفها. I think after my stress, when you say BRICS, then you can either mean party for years with the story, and I have to bet it's an honorable to and probably sitting down with you. I guess also that the China economy is out there. Here in IFM, I can get in higher status and let Jose Luis on the panel of Omar, and I got some more time in a short talk, see who means. أتوقع القوة التي تتمتع فيها أرمينيا في جانب الصناعة والزراعة والتلم الشباب، هذا نحتاجه في السعودية. فقط خلال 10 دقائق قبل الجلسة هذه تحدثنا عن، يعني كان في حديث يدور كيف مع أحد المستثمرين في أرمينيا كيف يتوسع في السعودية. لما وبدون دراسة نحن كمستثمرين سعوديين نبحث عن فرص في مثلا التطوير العقاري، وأتوقع هنا في أرمينيا نحتاج التطوير العقاري. نبحث عن ضخ أموال للاستثمار في جوانب مختلفة في الصناعة والزراعة في أرمينيا، واستيراد مثلا مثل المواد الخام الرخام والجرانيت الموجود في أرمينيا. أتوقع لتطوير هذه العلاقة نحتاج في البداية لزيارات من المستثمرين السعوديين إلى السعودية، ومن المستثمرين من أرمينيا إلى السعودية، وهذه الزيارات وهذه العلاقات تكون الثقة والمعرفة والتي ينشأ عنها الاستثمار. خلينا أذكر مثال واقعي ممكن نبدأ فيه مباشرة. أنا أملك شركة اسمها VMS داخل ميتر ستوديو. متخصص في ريادة الأعمال. نحن ندعم الشركات التي تريد أن تتوسع في أنشطتها لدخول السوق السعودي والسوق الخليجي والعربي بشكل عام. من كجان سومينغ IPC كامبانيانيل إيجي كاسن بوكر كامبانيانيل كامبانيانيل بولي بوزومين مدن السعودية العربية شوغان يف إيغان سميتشيف إنفستمنت آنيل. نقدم لها كل الخدمات التي تحتاجها في السوق السعودي. من كلام بولور تي بي سي بسنالة تاليسان كامبانيانيل. الرخص من الاستثمار كيف تدخل السوق. حتى تطوير نموذج العمل والتوظيف والدعم التقني. نضمن للشركة التي تريد بإذن الله أن تدخل إلى السوق النجاح. من هنا ندعو الشباب أولا للدخول السوق السعودي والاستثمار فيه، وندعو شبابنا أيضا للدخول السوق الأرميني والاستثمار فيه.
Jest animacja zainteresowana, bo robimy kolory dwugwiazdne, hence mail, Saudi-Arabia, Shubhan, Gonsa, i robimy na Bihagi Gorsi. Na jedynie mail, jedyny, a szkodownery, na sumę wotan, hajesta. Szukran, Zila, Anasai, Dziedzian. Szacz, noragane, mierzysz, szalura, mierzysz.